السلام عليكم. آه، الحمد لله، بعد أيام الصعبة وصلنا إلى الجامعة التي يجب علينا أن نزورها في ضمن برنامج إيراسموس مع زملائي الكرام الأربع، أنا السيد مصطفى والسيد إسماعيل والسهيب. هنا كل شيء جميل. بعد قليل سننطلق، سنغادر هذه الغابة، وستجدون المبنى عائد إلى هذه الكلية. شيئا فشيئا أقترب من هذه الكلية. بالنسبة لي، هذه الكلية تصميمه وترتيبه وتنظيمه كل شيء رائع، لأن الآن ظهر أمامنا هذا المبنى. انظروا المبنى، عندما ننظر من السماء بشكل هلال، وأمامه تشاهدون مبنى صغيرا بشكل دائري، وأيضا يكون نجما، يعني الهلال والنجم معا يدل على هويته إسلامهم. وجانبه الأيمن بني المسجد. طبعا في كلية إلهية، في كلية إسلامية، هذا التصميم يكون رائعا. شيئا فشيئا أدخل إلى هذا المبنى. اليوم الجو جميل مشمس، نستمتع بالجو الرائع. بعد قليل إن شاء الله ندخل مبنانا ونتعرف الشباب. كما تشاهدون المبنى، عندما نقترب جماله يزداد. في الدخول موقف السيارات. كما تشاهدون الترتيب والتنظيم رائع جدا. هذا العلم الأخضر، في داخله الهلال والنجم وعلم بوسنا هرسك. بعد ثوان ندخل المبنى إن شاء الله.